فهي اليوم الزميلة مريم سعيد تطلعنا على التفاصيل مع أخبار البيئة. مساء الخير. شنور. شو هالحلو هيدا؟ ثانك يو. أسلموا. مشاهدينا مساء الخير. من مسطح إلى كروي إلى بيضاوي، شكل الأرض يتغير باستمرار وتتغير معه الآثار المترتبة عليه. آخر الصور التي التقطها القمر الاصطناعي الأوروبي جوست أظهرت أن كوكبنا ليس مستديرا تماما، بل فيه إعوجاجات ونتوءات كثيرة. ولدى تكبير الصورة المتقطة عشرات آلاف المرات كما نشاهد